أنكم تأثرتم أمس بغياب فيسبوك وإنستغرام وواتساب، وحاولتم جاهدين تحديث المسجات والصور لكن دون جدوى. المشكلة كانت عالمية، فقد عانى فيسبوك أخطر حالات انقطاع الخدمة في تاريخه، إذ أصبحت الخدمة الرئيسية للشبكة والتطبيقات المرتبطة بها غير قابلة للاستخدام لعدد كبير من المستخدمين حول العالم، خاصة أن عدد مستخدمي فيسبوك وإنستغرام بلغ ثلث البشرية. وقد واجه عدد من مستخدمي مواقع الموقع طبعا مشاكل في عملية النشر. نحن في ترندن لم نستطع نشر القصص على صفحتنا على فيسبوك، وهذه الرسالة كانت تظهر لنا كلما حاولنا تنزيل إحدى الفيديوهات، Error Uploading Video. أيضا توقف تطبيق إنستغرام المملوك أيضا من شركة فيسبوك، ولم تمكن مستخدمو التطبيق من رؤية تحديثات الأصدقاء أو نشر مواد جديدة، في حين لم تعمل نسخة فيسبوك ماسنجر. انتشرت حملة من الشائعات، وطبعا أو جملة من الشائعات، وتلقى مستخدمو الموقع آلاف الرسائل المزيفة التي تدعي تقديم حل لإعادة تشغيله، روجت لأخبار كاذبة بشأن الموقع أو مستقبل الموقع وطريقة حل العطل التقني. الرسائل كانت على لسان مارك زوكربيرغ، الذي قال للمستخدمين أن فيسبوك لا يظل مجانيا بل سيصبح مدفوعا، وهناك طريقة لإعادة تفعيل الحساب تتمثل بإرسال أحد الرموز إلى 20 مستخدم. على تويتر كيف كان الحال؟ انتشرت النكات والتغريدات الساخرة. أحمد العربي يقول بعد خراب فيسبوك وإنستغرام وواتساب، تطبيق تويتر بدأ هكذا، ويرفق ذلك بهذه الصورة. سحر صالحة تقول والله آخرتنا حنكتب على الحيطان. محمد الزايدي، أنا محمد صاحب مارك، ابعتي لي رقمك ورقم 5 من صحباتك وأنا مش حخليك تحتاج الفيسبوك خالص. وهنا من يسمي نفسه جوني، لم يعد أحد يتذكر كيفية التواصل مع أحبائهم أو تناول الطعام دون نشر التحديثات، فقد انهار الاقتصاد العالمي. كان عدد قليل من مستخدمي الفيسبوك الذين انتقلوا إلى تويتر من بين المحظوظين القلائل الذين استطاعوا التواصل مرة أخرى، ويرفق ذلك بهذه الصورة صورة للدمار طبعا. محمود ناجي يقول يا أخوانا شوفونا حل في الفيسبوك والواتس اللي مش شغال، دي الناس اللي فيه حيخربوها على تويتر. وهنا طبعا مراسل شبكة بي بي سي البريطانية في وادي سيليكون ديف لي قال لنا شارحا ربما الأسباب. انقطاع الخدمة لا مثيل له من حيث طول مدته ومدى انتشاره، بالإضافة إلى عدد المستخدمين المتأثرين، مما يجعل من ذلك أخطر عطل في تاريخ فيسبوك. كانت آخر مرة تعطل فيها موقع فيسبوك بهذا المستوى عام 2008، عندما كان عدد المستخدمين نحو 150 مليون مستخدم فقط، مقارنة بحوالي 2.3 مليار مستخدم شهريا في الوقت الحالي. إذن بعد اللغط الذي أحدثه العطل، قام العملاق الأزرق بتوجيه رسالة إلى مستخدميه عبر تويتر يقول فيها ندرك أن بعض الناس يواجهون حاليا مشكلة في الوصول إلى مجموعة تطبيقات فيسبوك، إننا نعمل على حل المشكلة في أسرع وقت ممكن، إن انقطاع الخدمة لم يكن نتيجة حجب الخدمة ولا بهجمات إلكترونية. حتى الآن لم يعطي فيسبوك تفاصيل عن أسباب ذلك العطل، ولكن معنا من أربيل خبيرة التجميل جيهان هاشم، وهي ناشطة على إنستغرام ولديها أكثر من 1,400,000 متابع. مرحبا بك، يعني لابد أنك تكوني من أكبر المتأثرين. مرحبا عيني. أهلا وسهلا عيني. أكبر المتأثرين لأنك أو لديك أكثر من 1,000,000 متابع، كيف انعكس ذلك على حياتك الإنستغرامية؟ تدمرت حياتي لمدة 3 ساعات تقريبا مبارحة بالليل، خفت لتعرضت لتحكير، وبعدين طفيت الانترنت وشغلته، ظليت أطف وأشغل، قلت يمكن السبب من الانترنت، بعدين اكتشفت لا السبب من الخلل من الشركة، لأن اتصلت بهواية أصدقائي كمشاهير وعندهم بيجات قوية على الانستغرام والفيسبوك، قالوا لا كلنا نفس الشيء، العراق كله توقفت الحياة بي، وتتعرفين الانستغرام والفيسبوك حاليا انه هو اقوى شيء للتجاره، واقوى شيء انه يخلينا نتواصل ويا العالم الخارجي والداخلي. فمن تتوقف عندنا هاي الخدمه تتوقف عندنا الحياه تماما كمشاهير او كناس عاديين. فكلش تأثرت بي وخفت جدا، خفت لأفقد حسابي. الحمد لله، يعني انه انت الخوف الان قد زال. ولكن جيهان، يعني الى اي مدى الانستغرام والفيسبوك ومواقع التواصل يعني
أصبحت يعني حالة من حالات الإنسان اليومية لا يستطيع الاستغناء عنها بتاتا، هل تتخيلين العالم بدون مواقع التواصل؟ أبدا ابدا ابدا، حياتي تصير صفر، لان اني اي شيء اسويه تعودت انه اشيل الموبايل واصور، حتى البنات يشاركوني بالكومنتات والتعليقات، يعني حتى الاكل اللي اكله قبل لا اكله اصوره، اي شيء اسويه بحياتي لازم اصوره ما عدا دخول الحمام. طيب يعني بما انك يعني بهذه القابليه وبهذا الولع بمساله الانستغرام، الى اي مدى برايك انت يعني جيلك فقط هو من محب هذا؟ هل هناك شريحه ما زالت لا تفهم هذا العالم ولا يعني لها شيئا، وربما قد تفرح اذا غاب اصلا؟ اي نعم صح، اني بعض الايام من يعني اروح مطعم او اروح مول اكو ناس ما يعرفوني، يعني مو ما يعرفون هواي شخصيات مشهوره، يقولون احنا ما نحب مواقع التواصل، ما عندنا هذا الشيء، يعني اكو بيهم ما يحبون مواقع التواصل اصلا وما عندهم حتى حسابات عليها كتويتر فيسبوك انستغرام. طب انت شنو اللي يخليك تحبيها؟ بس الاكثر يحبون هذا الشيء، لان اني اول شيء هاي مهنتي، انه اني ميك اب ارتست، اعلم البنات الميك اب ويعني افيدهم بهواية امور، انه فلان مكان هيجي فلان شيء هيجي على الحياه، انصح المراه، اساند المراه دائما بحياتها اليوميه، فاحب لان هواية عندي متابعين من الدول العربيه مختلفه وحتى من تركيا، لان اني اتكلم 5 لغات فيتابعوني ويتواصلون وياي، فاني احب هذا الشيء. اوكي زور سباس جيهان هاشم، وهي ناشطة في انستغرام لديها أكثر 1,400,000. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.